سلط السجال السياسي في مفاوضة داعش على عتبة بلدة اللبوة التي استقبلت شهيدها العريف الأول مصطفى علي وهبي بعدما انتظرته أكثر من 3 أعوام على أمل عودته حياً. أما عزاء الأهل الوحيد فهو معرفة مصير ابنهم، والعتب كبير والحرقة أكبر. بفرح فيه وبفتخر وبرفع راسي، بفتخر فيه وبرفع راسي ابني شهيد الوطن. بس أنا قلت له بطلب من سيادة رئيس الجمهورية وقائد الجيش حاليا يحاكموا لتخاذلوا عدم ولادي. هاو بدنا يوم بطائية وبعدين نحن وأهل عرشان إخوة وأهل ورايب. هلا يجوا على بيتي قسما بالله عند برفع راسي، بس إن حق عندها اثنين لطمش ولادني ويبرمون بصحة عرشان. تقل شي برفع راسي، الله محيي السيد حسين والله محيي المقاومة علنا، لوليهن ما رجعوا ولادني، وبحيي جيش لبنان. إلى هالعرسان نحن وياهن أهل، ونحن وياهن إخوة، ونحن وياهن وطن واحد. نحن ما عنا هويتين، عنا هوية واحدة لبنان وبس، غير هايك ما في. بدنا نعيش إن شأنا وإن أبينا نحن وياه. على الأكف حمل شهيدا بطلا من ساحة اللبوة إلى منزله، حيث استقبل بالزغاريد ونثر الورود والأرز وبسيل من الرصاص وبلحن الشهداء. استقبلته ثلة من الشرطة العسكرية التابعة لمنطقة البقاع في منزله الذي ترك فيه أما ثكلى وأبا قسم الفراق ظهره. دماء مصطفى ورفاقه الشهداء التي طهرت أرض الجرود من إرهاب تنظيمي داعش والنصرة بقيت رائحتها الذكية في الجرود وفاحت على كل الوطن أمنا وأمانا، لتستكين روح الشهيد في عليائها ولتلقى روحه السلام في مثواه الأخير في اللبوة. رواند أبو خزام، قناة الجديد.